النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، كلنا صمنا رمضان بفضل الله تعالى، وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله. تخيل تصوم ست أيام من شوال مع رمضان، كانك صمت سنة كاملة. الحسبة: رمضان 30 يوم ضرب 10 300، 6 من شوال 6 ضرب 10 60، اجمعها 360، كأنك صمت سنة كاملة، لا يفوتك الأجر. يجوز أني أصوم 6 من شوال متفرقة أو أصومها متتابعة، هذا أفضل. طيب أنا علي قضاء، لا، الأفضل أنك تصوم القضاء بعدين تصوم 6 من شوال. من صام رمضان خلصته وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. أما أن بعض الناس يتساهل فيها يقول يبقى خلاص صمنا رمضان وكثر الله خيرنا، لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أحسن ظن في نفسه فهو من أجهل الناس في نفسه. صمت رمضان زيد عليه صوم ست من شوال، عسى الله يتقبل منكم صالحين.